أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الأخباري. أفاد مصدر من الكتيبة 152 تابعة لميليشيات الكرامة بمقتل 2 من أفراد الكتيبة في انفجار سيارة مفخخة ببوابة 60 جنوب الجابية. وقال المصدر في اتصال مع النبأ أن قواتهم أغلقت الطريق الرابطة بين الجابية والحقول النفطية معلنة حالة الاستنفار الأمني عقب الحادثة. هذا وأضاف مصدر من مدينة أوجلا بأن انفجارا آخر استهدف بوابة المدينة التابعة لمديرية أمن أوجلا دون ذكر أي تفاصيل أخرى. أفاد مصدر طبي بمستشفى الهريش في درنا بإصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة جراء قصف ميليشيات الكرامة لحي السلام غربي المدينة. وقال مراسل النبأ في المدينة إن عددا من القذائف سقطت على حي السلام تسببت في أضرار مادية بمنازل المواطنين. وأضاف المراسل أن ميليشيات الكرامة استهدفت حي شيحة جنوب المدينة بخمس قذائف عشوائية. طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بإفساح المجال في درنا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدينة. وأوضح سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن أن المدينة تتعرض للقصف وأن تمادي الصراع فيها سيؤثر على المدنيين. كما شدد على ضرورة التزام أطراف النزاع في سبها بالقانون الإنساني والدولي وحماية المدنيين، محذرا من تطور الأحداث في المدينة لتصبح نزاعا إقليميا وفق قوله. لها طلب رئيس مجلس النواب عقيل صالح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإصدار التشريعات الخاصة بها. وقال صالح في كلمة له خلال جلسة الثلاثاء إن مجلسه لم يقدم شيئا للبلد، محملا الأعضاء المتغيبين على الحضور مسؤولية عدم إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور. كما أجل رئيس البرلمان مناقشة مطالبات نقل مقر المجلس إلى بنغازي بسبب عدم حضور الأعضاء المطالبين بذلك. نهاية الموجز في أمان الله.